احنا كشعب محاصر، شعب يضرب منذ 10 شهور بالصواريخ والقذائف والأطنان، القنابل التي ألقيت علينا كشعب فلسطيني، ننظر لهذه العمليات بكل فخر واعتزاز وشكر للشعب اليمني حكومة وشعبا. هذه العمليات صراحة يعني هي بتستنهضنا، بتشد الهمم فينا، بتشد عزيمتنا. تمام، إنه مش احنا لوحدنا في الساحة، مش احنا لوحدنا بنقتل في الساحة لوحدنا. تمام، هناك من يدافع عنا، هناك من ينتصر للحق الفلسطيني على مر العصور. صراحة الشعب اليمني لم يكل منذ 10 شهور، وهو مواصل المسيرات، حشودات أسبوعية يومية. تمام، في كل محاور اليمن الجميل، اليمن السعيد اللي احنا نتمنى له ايضا للشعب اليمني، نتمنى لقيادة الشعب اليمني انه كمان هم ينالوا حريتهم زينا، يعني كمان ربنا يرفع عنه الظلم زينا. يعني احنا شعب محاصر، شعب مظلوم. صحيح انه هذه الحرب كشفت كثير من الامور. تمام، فاليمن كانت يعني سباقة الوقوف لجنب الشعب الفلسطيني فحكومة وشعبا. فأنا قلت لك الشعب اليمني لو شعب تاني كان كله مال يعني زي الشعوب باقي الشعوب، وإحنا مالنا يعني. لكن الشعب اليمني لا، مهديش، لم يكل، لم يتعب، لم كان لو كان قال لك أنا وأنا مالي زي باقي الشعوب. تمام، لكن هو ما زال مستمر في الخروج إلى الشوارع بالملايين نصرة للقضية الفلسطينية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار أولا. تمام، ومن هنا أنا بدعو باقي الشعوب العربية الحذو باحتذاء الشعب اليمني بالخروج بالملايين إلى الساحات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب في قطاع غزة. تمام، المحاصر والمضروب يوميا نضرب.